السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهارده هنحل كتاب المعاصر سنة تالتة اعدادي الوحدة الخامسة من الدرس الاول للرابع من صفحة 273 لصفحة 299. انتظرونا. صفحة 273 واحد. نقط. is a person هو شخص. whose job اللي وظيفته is to try انه يحاول and change ويغير the way people do things الطريقة التي يفعل بها الناس الايه الاشياء in society في المجتمع. كل ده تعريف ايه بقى؟ campaigner بمعنى ناشط او مناضل. اتنين. to succeed in your exams لكي تنجح في امتحاناتك means you not them تعني ان انت ايه بتجتاز الامتحانات دي، يعني باص يجتاز ينجح. تلاتة. نقط. is someone هو شخص ما. who works with science الذي يعمل مع العلم والعلوم، يعني شغلته في العلم والايه والعلوم اللي هو scientist عالم. اربعة. to make a name of a job لكي تعمل ايه اسم وظيفة. from the من كلمة ايه بقى the word music من كلمة موسيقى we add the suffix نضيف اللاحقة ايه ian تبقى musician بمعنى موسيقي موسيقار. خمسة. the suffix اللاحقة نقط is added to the verb تضاف للفعل achieve يعني ينجز يحقق to make the noun عشان نعمل منه الايه الاسم achieve عشان تبقى اسم نضيف لها ment تبقى achievement بمعنى إنجاز. ستة. you can أنت تستطيع نقط the museum اللي هو الايه المتحف from different places تقدر ايه المتحف من أماكن مختلفة أو مداخل مختلفة يعني but I prefer لكن أفضل the main gate البوابة الرئيسية يبقى تستطيع أنك تدخل enter بس أنا بدخل بقى من البوابة الرئيسية. سبعة. the doctors الأطباء won فازوا بايه a lot of كثير من نقط for helping لمساعدة so many people لأنهم ساعدوا ناس كتير قوي فين بقى in the health emergency في الحالة الطارئة الايه الطبية بتاعت الفيروسات وكده، يعني الأطباء فازوا بايه بقى awards جوائز. تمانية. أوان وبعدين نقط is a scientist هو عالم who travels to space يسافر إلى الفضاء اللي هو عالم فضاء astronaut. تسعة. she was a famous هي كانت ايه شهيرة نقط she used very big numbers يعني استخدمت ارقام كبيرة جدا to work things out عشان تستنتج الاشياء in her job في وظيفتها او تحل مسائل حسابية يعني يبقى هي كانت ايه بقى عالمة رياضيات mathematician. صفحة 274 10. أحمد is a أحمد يكون نقط he works with يتعامل مع hundreds of computers مئات الكمبيوترات يبقى هو مبرمج كمبيوتر كمبيوتر بروجرامر. 11. summer helps summer تساعد young engineers المهندسين الشباب to نقط their goals عشان يعملوا في أهدافهم يحققوا achieve يحققوا أهدافهم. 12. نهلز وبعدين نقط is to pass all her exams ان هي ايه تجتاز كل امتحاناتها with top marks بدرجات ايه عالية يبقى ده هدفها goal تنجح في امتحاناتها بدرجات ايه اعلى درجات. 13. it was a real نقط ده كان ايه حقيقي نقط to climb ان احنا نتسلق that mountain هذا الجبل but we succeeded ولكن احنا نجحنا ده كان ايه كان تحدي حقيقي challenge تحدي. 14. محمد صلاح was the best player كان أفضل لعيب دي سهلة بقى championship في البطولة بطولة الدوري الإنجليزي. 15. the not don't get paid يعني ما بياخدوش فلوس for their work لإيه لعملهم اللي هم مين volunteers متطوعين but they like to help people لكن هم بيحبوا يساعدوا إيه الناس. 16. أو آن وبعدين نقط is something شيء ما important مهم that you have done أنت عملته اللي هو إنجاز achievement. 17. أو آن وبعدين نقط is a talk هو حديث that someone gives اللي إيه يعني يعطيه شخص ما لمجموعة من الناس to a group of people اللي هو speech
خطاب، كلمة، حديث. 18. نقط is a person هو شخص. Who wins الذي يفوز. A sports competition مسابقة رياضية اللي هو مين؟ يبقى بطل champion بطل رياضي. نهى works as a campaigner. نهى بتعمل كايه؟ كناشطة، كمناضلة. Since she left school منذ تركت المدرسة. اللي يهمنا كلمة campaigner ديت is a تبقى ايه؟ اسم ناون. 20. We can add احنا نستطيع ان احنا نضيف the suffix اللي هي اللاحقة نقط to make the noun عشان نعمل اسم من الفعل teach يدرس ده تبقى ايه؟ teacher er مدرس معلم. 21. Quick has the same meaning لها نفس معنى كلمة ايه بقى؟ fast سريع ديت سريع ودي سريع. 22. They found a school for him لقوا مدرسة ايه ليه وجدوا له مدرسة. And he was an excellent student وكان طالب ممتاز. Excellent ممتاز ديت معناها means clever ماهر. صفحة 275. 23. The government الحكومة should give يجب انها تعطي more care مزيد من الاهتمام for not disabled يعني عايز اقول ايه للمعاقين فلازم تاخد هنا ذا زي مثلا كده ايه بور فقير ذا بور الفقراء. 24. The students الطلاب took turns اخذوا دورهم to not a speech عشان يلقوا كلمة مع speech بنجيب ايه give يلقي كلمة يلقي خطاب حديث. ماين الكلمة بتاعتي was about كان عن ايه عن لعب الشطرنج. 25. Lean is working hard يعني لين تعمل بجد نقط هير بروجكت تعمل على المشروع بتاعها مع بروجكت بنجيب on تعمل تشتغل عليه يعني. صفحة 279 وده السؤال بتاع ايه complete the sentences اكمل الجمل بالشكل الصحيح للكلمة بين الاقواس. انا انصحك الكلمة بين الاقواس ديت مجهزين الإجابة بس نفهم سبب الإجابة دي. 1. وير ديت هتبقى ووز ليه عشان شي ما بتاخدش وير بتاخد ووز. 2. ترافل هتبقى ترافل ماضي بسيط تمام عشان هنا ايه في لاست يير السنة الماضية تدل على زمن الماضي البسيط. 3. هاف هتبقى هاد تبقى تصريف تالت ليه بقى عشان عندي هنا هاز يبقى ده زمن ايه مضارع تام هاز زائد التصريف الثالث من هاف تبقى هاد. 4. دي قاعدة سينس سينس يجب على ماضي بسيط قد ستارتد يبقى الجملة الثانية مضارع تام بدل ام وركينج هتبقى هاف وركد جبنا هاف ليه لان اي بتاخد هاف. 5. از هتبقى هاز ليه بقى عشان ده زمن مضارع تام عندي هنا بين تصريف تالت يبقى جه قبلها ايه جه قبلها هاز هاز زائد التصريف التالت. 6. وين ديت هتبقى ماضي بسيط تبقى ون ليه بقى نشوف الجملة كده قول هم عملوا بجد ده زمن ماضي بسيط اهو ليه وركد خلاص يبقى الفعل المعطوف عليه بردك هيبقى ايه ماضي بسيط عملوا بجد وفازوا بالايه بالمسابقة. 7. وونت هتبقى وونتد هنا وين جه بعدها ماضي بسيط تمام فهي قبلها هنا ماضي بسيط حسب المعنى خلي بالك من وين ديت تبقى حسب المعنى. 8. هاف هتبقى هاز لان سمر ديت ايه مفرد غائب ما بتاخدش هاف بتاخد هاز. 9. بيلد ماضي بسيط عشان عندي هنا لاست يير دل على الايه الماضي البسيط. 10. ده رقم سنة اهوت خلاص بياخد هنا سنس وكمان زمن الجملة ايه مضارع ايه مضارع تام اهوت فالسنس هي اللي بيجي بعدها ايه اللي هو رقم سنة 2000 وحاجة كده يعني. 11. عندي هنا كلين هتبقى كلين بتصريف تالت عشان ده مضارع تام بردك هاز زائد التصريف التالت من الفعل. 12. بي هتبقى مضارع تام هاز بين
طب ليه؟ عشان عندي هنا سينس تدل على المضارع التام، وجبنا هاز ليه؟ لأن الفاعل شي بتاخد هاز. 13 إز ديت هتبقى بين، تصريف تالت. ليه بقى؟ عشان عندي هنا هاف، هاف طبعا يبقى الجملة مضارع تام، هاف زائد التصريف التالت من إز تبقى بين. 14 إنترز ماضي بسيط إنترد، عشان عندي هنا أجو تدل على الماضي الإيه؟ البسيط. 15 بي هتبقى تصريف تالت، تبقى بين عشان في هنا هذا، بهذا زائد التصريف التالت اللي هو زمن المضارع التام. 16 في هنا هاز، يبقى ايه زي اللي فوقيها بقى، بينتس هتبقى بنتد تصريف تالت عشان تبقى مضارع تام. 17 هاف هتبقى هاز لان سموان مفرد تاخد هاز. 18 دي على هيئة سؤالة، هي يعني في علامة استفهام وفي هاو لونج ما طول المدة، أداة استفهام في الأول، يبقى هنقدم هاف على يو، تبقى إيه بدل يو هاف؟ هتبقى هاف يو، دي الإجابة. 19 هاز هتبقى هاف، لأن تامر ونور جمع ما بياخدوش هاز، ياخدوا هاف. 20 هاف موجودة ها، الفعل اللي وراها يجي تصريف إيه؟ جميل، تصريف تالت، مضارع تام، بدل روت هتبقى ريتن. صفحة 280، أول سؤال هنا محادثة لازم تفهمها كلها الأول قبل ما تحلها. علي أند سمير أر توكينج، بيتحدثوا عن أباوت ذير فيفورت سبورت، الرياضة المفضلة. فعلي بيقول له واتس يور فيفورت سبورت، ما رياضتك المفضلة يا سمير؟ ما ينفعش نقول أي رياضة لأن هو بيحب كرة القدم هنا، فهنقول فوتبول إز ماي فيفورت سبورت، رياضتي المفضلة. راح سأله سؤال في رقم 2، قال له because I like playing football، عشان انا بحب ايه؟ لعب الكورة. يبقى هيقول له لماذا تحب كرة القدم؟ لماذا يعني why، وبعدين يجيب فعل مساعد do عشان الكلام كله عن المضارع. why do you like football، لماذا تحب كرة القدم. في رقم 3 راح سأله سؤال، قال له محمد صلاح is my favorite footballer، يعني ايه لاعبي المفضل؟ بقول له ايه من اللاعب المفضل بالنسبه لك؟ من يبقى هو، ونجيب هنا از، هو از من يكون يور فيفوريت فوتبولر، لاعب كره القدم المفضل بالنسبه لك مين؟ علي قال له دو يو واتش هيز ماتشز، هل انت بتتفرج على ماتشاته يعني؟ هيقول له ايه من الكلام طبعا ان هو بيتفرج، يس اي واتش هيز ماتشز، نعم اشاهد ايه مبارياته. ما ينفعش تقول هنا نو. علي قال له why are you proud of him، لماذا انت فخور بيه؟ قول بقى اي صفه ايجابيه في محمد صلاح، تقول مثلا because he is clever، لانه ماهر، اي حاجه، he is helpful، متعاون، he is kind، طيب، كل دول ينفعوا. السؤال اللي بعده اختياري رقم 1، we turn، نحن نحول كلمه art اللي هي فن يعني into a job، الى وظيفه، by adding the suffix، بإضافة إيه لاحقة لها، هتبقى نحط لها إيه IST، تبقى artist بمعنى فنان. 2 we use the prefix، يعني إحنا بنستخدم البادئة this to give، عشان نعطي the نقط of the verb للفعل appear يعني يظهر، حطنا له this يبقى disappear، يبقى جبنا إيه antonym المضاد العكس يعني يختفي، disappear يعني يختفي. 3 begin يبدأ and نقط have the same meaning، دي نفس المعنى بتاع begin يبدأ، يبقى start، الاتنين ايه نفس المعنى. 4 he succeeded in his exams، نجح في امتحاناته، this means he نقط وبعدين ايه it، يبقى اجتاز يعني passed، ده معناه انه اجتاز ايه الامتحانات. 5 someone شخص ما who plays يعني يعزف هنا مش يلعب، or writes او يكتب music، او يكتب ايه يعني النوة الموسيقية، ده is a يعتبر ايه musician، موسيقار. 6 the suffix اللي هي الايه اللاحقة er ديت it changes، تغير كلمة teach يعني يدرس، حطنا لها er تحولها الى ايه بقى، الى noun اسم، يبقى teacher مدرس. صفحة 281، ده السؤال برضك اللي هو صحيح الكلمة بالأقواس، نقول السبب الإجابة. 1 هنا عندي already هتبقى yet عشان دي مضارع تام منفي،
فنجيب يت في الآخر مع المضارع التام الايه المنفي. اتنين ووش، هنا هتبقى ووشد ماضي بسيط عشان عندي هنا لاست فرايداي الجمعة اللي هي الماضية، بدي تدل على الماضي البسيط. تلاتة نوت ميك، وهنا في يت هنا دي تدل على المضارع التام الايه المنفي زي ما قلنا فوق، فعشان كده هنخلوا ايه بقى نوت ميك ديت هازنت ميد. جبنا هازنت عشان هي طبعا بتاخد ايه بتاخد هازنت، والنفي عشان يت، طبعا ايه ميك دي بقى التصريف التالت منها اللي هي ميد. أربعة رايت هتبقى ماضي بسيط روت، طب ليه؟ عشان عندي هنا يسترداي امس دل على الماضي البسيط بمعنى كتب روت. خمسة نوت ترافل هتبقى مضارع تام برضك منفي hasn't traveled. شوف ايه معنى الكلام كده، she hasn't traveled هي لم تسافر to another country لبلد اخرى since she was a baby منذ كانت ايه منذ كانت إيه طفلة رضيعة. عندي هنا قاعدة since ها، عشان كده جبنا مضارع تام هنا خلاص، وطبعا she بتاخد ايه بتاخد hasn't. السؤال اللي بعده read and complete، اقرأ واكمل النص بالكلمات اللي هي مدهالي دي. جمال got his job، جمال حصل على وظيفته after he finished بعد ما خلص، يبقى مخلص ايه جامعة university. اتنين he not working for the company 10 years ago، يعني يبقى بدأ يشتغل للشركة من ايه 10 سنوات مضت. هنختار started اللي هي ماضي بسيط، مش هنختار دي عشان عندي هنا ago تدل على الماضي البسيط. بدأ بمعنى بدأ. he has been there هو كان ايه not of the company للشركة، كان المدير manager. اربعة جمال has طبعا هو جمال ايه بقى مدير، يبقى بيعمل ايه اجتماعات، يبقى meetings مع الناس from different companies مع الناس ايه من شركات مختلفة كل يوم. صفحة 291 ودي اسئلة الدرس الثالث والرابع. واحد نقط are people هم الناس who watch a tournament اللي بيشاهدوا ايه دوري in the stadiums في الاستادات to enjoy it عشان يستمتعوا بيها. كل ده تعريف ايه اللي هي جماهير الملاعب spectators متفرجين مشاهدين. اتنين to make something new انك تجعل الشيء جديد means to انك ايه يعني تخليه بقى يعني تبتكره يعني create ابتكر ينشئ. تلاتة كلمة contest اللي هي منافسة او مسابقة طبعا هنا ايه is the synonym مرادف لكلمة competition نفس المعنى منافسة مسابقة. أربعة to give the antonym عشان ناخد الايه اللي هو المضاد العكس يعني كلمة credible يعني ايه يصدق. we add the prefix نضيف لها الايه البادئة حروف تيجي في بداية الكلمة حط لها ايه in تبقى incredible يعني مذهل لا يصدق. خمسة هاجر الشور هاجر متأكدة that her team ان فريقها will be سوف يكون the نقط of the final match للمباراة النهائية not the وليس الخاسر loser هتبقى الإجابة هي متأكدة ان هو هيبقى winner الفائز. صفحة 292 رقم 6 our school مدرستنا has a chess يعني شطرنج وبعدين نقط every year كل سنة بتعمل ايه مدرستنا دوري شطرنج مسابقة رياضية tournament. سبعة there are only eight teams left يعني مش فاضل الا 8 فرق so this is the نقط يبقى ده ايه الدور ربع ايه النهائي هتبقى الاجابة quarter finals اللي فاضل فيه ايه 8 فرق بيلعبوا بعض بقى في الاخر. تمانية كورونا فيروس اللي هو فيروس كورونا is a serious يعني خطير نقط all over في كل أنحاء العالم يبقى جائحة خطيرة الإجابة pandemic. تسعة نقط teams فرق played an important role يعني لعبت دور هام during أثناء فيروس كورونا اللي هي الفرق الطبية medical. عشرة نقط is the same هي نفس as competition زي ايه منافسة مسابقة contest. 11 وبعدين نقط
is someone هو شخص ما who organizes بينظم or plans أو بيخطط an event حدث اللي هو المنظم يعني أو آن وبعدين نقط is a person هو شخص or team أو فريق that takes part in اللي بيشارك في المسابقة اللي هو المتنافس competitor 13 أو آن وبعدين نقط is the life story يعني قصة حياة of a person لشخص written by someone else كاتبها واحد تاني اللي هي biography السيرة الذاتية 14 نقط means really good يعني تعني ايه بقى يعني حقا ايه جيد fantastic رائع اللي هي incredible مذهل لا يصدق 15 او ان وبعدين نقط is a software هو برنامج حاسوبي you can use انت تستخدمه على التليفون او على الكمبيوتر كل ده تعريف ايه بقى اللي هي اب تطبيق 16 وبعدين نقط is a group of people مجموعة من الناس who can meet يستطيع وتقابلهم during a health emergency أثناء اللي هي حالة طارئة الصحية اللي هي bubble فقاعة طبية ده تعريفها 17 the adjective الصفة from the verb من الفعل create اللي هو ايه create ينشئ يبتكر هتبقى creative بمعنى مبتكر مبدع الصفة منه يعني 18 كلمة ايه نقط has the same meaning تدي نفس معنى كلمة workers اللي هم عمال هتبقى الإجابة staff هيئة العاملين 19 to make the noun عشان نعمل الاسم من الكلمة ايه spectate هنضيف لها طبعا ايه جت كذا مرة spectator متفرج مشجع 20 to give the opposite عشان نعطي العكس من كلمة possible ممكن نحط لها ايه بقى we add the prefix ونضيف لها بادئة نضيف لها im بمعنى impossible يعني مستحيل صفحة 293 21 a competition المنافسة مسابقة is a festival يا مهرجان to find the best team عشان ايه يجدوا افضل فريق or player او لاعب في رياضة معينة إيه competition هنا تعني طبعا championship بطولة 22 مجدي يعقوب works يعمل وبعدين نقط surgeon جراح يعمل ك as 23 they went on a voyage يعني ايه قاموا برحلة voyage معناها رحلة بحرية نقط the Nile في النيل بقى تبقى on مع Nile ايه on the Nile 24 policemen رجال الشرطة work يعملوا نقط night يبقى by night ليلا to protect us لحمايتنا 25 medical tests اختبارات طبية are done يتم القيام بها on players يعملوها ايه على اللعيبة يعني عشان ايه فيروس كورونا من اجل هنا تبقى فور عشان يتأكدوا بقى عندهم ولا لا صفحة 297 وده سؤال القواعد هنصحح الكلمة بين الايه الاقواس الاجابة جاهزة بس عايزين نفهم السبب واحد learning ديت هتبقى تصريف تالت learned طب ليه عشان هنا في ابوستروف اس اختصار لهاز والريدي يبقى ده مضارع تام يبقى لازم يجي ايه التصريف التالت اتنين يت هتبقى already هنا مع ان دي علامة استفهام تمام بنجيب already في الجملة اللي هي سؤال دي اللي بتدل اللي فيها ايه يعني ان الفعل قد تم عشان هنا بيقول له ايه بيعبر عن الدهشة amazing اندهش يعني have you done هل انت خلصت واجبك بالفعل رقم ثلاثة عندي هنا already تمام يبقى دي الجملة دي مضارع تام يبقى already by هتبقى الصح ايه has already bought تصريف ثالث هنا اهو تمام جبنا هاز ليه عشان البوي دي طبعا هي مفرد تاخد هاز رقم أربعة نفس الكلام في هنا هاف وأوريدي يبقى مضارع تام ورا تصريف تالت من كيم تبقى كام خمسة أوريدي هتبقى هنا يت ده مضارع تام منفي يت بتيجي في نهاية الجملة الإيه المنفية في المضارع التام ستة
يت هتبقى هنا never. ليه بقى؟ هنا يت بتيجي في النفي، دي مش منفية، تمام؟ طب عايز اجيب نفي بقى، يدي معنى النفي، هنجيب never هنا، اما يت بتيجي في الاخر، يبقى الاجابة never. 7، won already. الصح ايه بقى؟ already بتيجي قبل won، يبقى already won. 8، then هنا هتبقى yet، لان الجملة دي برضك مضارع تام منفية، haven't done، yet بتيجي في نهاية الجملة المنفية مع المضارع التام. 9، have هتبقى آمال مفرد، مفرد غائب. 10، they ما بتاخدش has، بتاخد have، يبقى الإجابة have. 11، hasn't تيجي ورا تصريف تالت، التصريف التالت من have هتبقى had. 12، just هنا هتبقى already، إن الفعل إيه؟ تم بالفعل، فهنقوله إيه بقى؟ بدل just تبقى already. 13، eat تبقى تصريف تالت، تبقى eaten عشان جت بعد haven't، يبقى مضارع تام. 14، since وديت ايه؟ استفهامها، ففي حالة السؤال بنجيب يت في نهاية الايه؟ الجملة الاستفهامية مع المضارع التام، ادي مضارع تام وهاز والتصريف التالت. 15، have هتبقى has، ليه بقى؟ عشان جانا مفرد. 16، watering هتبقى تصريف تالت watered، طب ليه بقى هنا في has؟ يجي ورا التصريف التالت، يبقى ده مضارع تام. 17، do وفي هنا تصريف تالت اهو بليد، يبقى لازم اجيب هنا، يبقى مضارع تام، يبقى لازم اجيب have، يبقى الاجابه have. جبنا have ليه ما جبناش has؟ لان you بتاخد have. 18، ده تاريخ محدد او 2019، تمام؟ يعني بداية الحدث، يجي قبلها since، ميجيش معاها ان، وكمان هنا ده مضارع تام اهو، خلاص؟ ان كانت تنفع امتى؟ لو الجملة دي ماضي بسيط، يبقى الإجابة since، لكن ديت مضارع تام. 19، has يجي وراها تصريف تالت، cut 3 هنشيل منها الاس، هتبقى cut بس. 20، دي قاعدة since، قبلها مضارع تام يجي بعدها ماضي بسيط، جميل، هتبقى الإجابة arrived بدل arrive، وصلوا. صفحة 298، ده سؤال المحادثة، سامي عند صلاح are talking، بيتحدثوا عن كأس العالم، فسامي بيقول لصلاح what is the most popular، يعني most popular الأكثر شعبية world football competition، مسابقة كرة قدم في العالم، معنى السؤال يعني ما أكثر إيه مسابقة أو منافسة في كرة القدم في العالم أكثر شعبية؟ طبعا اللي هي كأس العالم، هتبقى الإجابة It's the World Cup، كأس العالم. راح سأله سؤال تاني فقال له It is held، يعني تقام every 4 years، تقام كل إيه 4 سنين، يبقى هيقول له يعني هي كل كام سنة إيه تقام، how often يعني كم عدد المرات، كم مرة، how often، ونجيب فعل مساعد هنا is من الجملة، وبعدين نجيب ايه من الأول it، يبقى how often is it held، held يعني تعقد تقام. في 3 سألوا سؤال، قال له it was last held، آخر مرة أقيم كأس العالم ده الرشا في روسيا سنة 2018، يبقى هيقول له أين أقيمت آخر مرة، أين يعني ايه where، بعدين نجيب فعل مساعد من الجملة هنا was، نجيب الجملة من الأول Where was it last held؟ بعد كده سامي قال له Did Egypt take part in it؟ هل مصر اشتركت في الايه؟ في البطولة ديت؟ طبعا ايه؟ Yes، ما ينفعش تقول No، يبقى Yes Egypt took part in it، اشتركت فيها. آخر سؤال سامي بيقول What is the best team؟ ما أفضل فريق في العالم؟ دي بقى من وجهة نظرك انت، قولي الإجابة اللي تعجبك، دي مثال بس. I think Brazil، أنا أعتقد فريق الإيه البرازيل. سؤال الاختياري، we add the suffix، نحن نضيف اللاحقة نقط to make a noun، عشان نعمل اسم من كلمة achieve يعني يحقق، هنضيف لها meant،
achievement بمعنى إنجاز. 2 كلمة staff اللي هي هيئة الايه العاملين gives the same meaning تدي نفس معنى كلمة ايه workers عمال. 3 نقط means good at thinking يعني يكون جيد في الايه في التفكير of new ideas انه يعني ايه يفكر في افكار جديدة يعني يبتكر يعني مبتكر creative مبدع. 4 نقط is the antonym هي مضاد لكلمة possible يعني ممكن يبقى عكسها impossible مستحيل. 5 the suffix اللي هي الايه اللاحقة er ديت تضاف للفعل ايه when لو حطينا له ايه بقى er هتبقى winner تمام يعني فائز تصبح ايه بقى noun اسم. 6 the prefix in اللي هي البادئة in ديت gives the opposite تدي عكس of the adjective للصفة الصفة يعني هي بقى اللي لو حطينا لها ان تبقى العكس على طول credible يعني يصدق تبقى incredible مذهل لا يصدق. صفحة 299 السؤال بتاع تصحيح كلمة بالأقواس. 1 يت دي بتيجي مع ليه المضارع التام المنفي لكن ديت مثبتة فمش هتنفع نجيب بدلها already بمعنى ان ايه الفعل تم. 2 not do في هنا يت يبقى ايه تعرفنا ان ديت الجملة دي مضارع تام ومنفية هتبقى الاجابة hasn't done تمام. جبنا hasn't ليه بقى عشان حمزة ديت ما تاخدش 3 يا حمزة مفرد غائب. 3 دي برضك ايه على هيئة سؤالة علامة استفهام يبقى هنقدم ايه هنقدم have عرفت ازاي انا مضارع تام من كلمة yet يبقى مضارع تام على هيئة سؤال هنا هتبقى الإجابة have you learned بدل you learn جبنا have ويو وتصريف تالتها. 4 already arrive already تعرفنا الجملة مضارع تام ماشي كده يبقى هنا نخليها مضارع تام ونحط already في النص تبقى has already arrived جبنا has عشان عمر مفرد غائب بياخد has. 5 has هتبقى have لان الفاعل we بياخد have. ده السؤال read and complete اقرأ واكمل النص بالكلمات اللي ايه مديها لي هنا نفهمها. Egypt has already mastered الفعل بايه The Africa Cup of Nations كأس الأمم الأفريقية 7 مرات يبقى ده إيه؟ That's a fantastic هذا شيء رائع يبقى إنجاز achievement 1. بعد كده بقول لي سنة 2023 The Contest اللي هي المسابقة will سوف في 2 هتبقى بي سوف تكون in Ivory Coast في بلد اسمها كوت ديفوار who have already اللي فازت بالبطولة ديت مرتين قبل كده The Games يعني الماتشات يعني will be in 6 different stadiums هتكون في 6 استادات مختلفة. The biggest stadium أكبر استاد وبيقول لي هنا 60,000 يبقى أكبر استاد إيه يعني يحتوي على هتبقى الإجابة هنا إيه هي معناها هنا holds بمعنى إيه أنت واخدها بمعنى يعقد بس في معنى الجملة دي معناها يحتوي على 60,000 إيه بقى متفرج أو مشجع spectators 4 جمهور الكورة. كده بنتهي فيديو النهاردة وانتظرونا فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله.